قاعدين ما في شيء، فجأة جاء الطيران الروسي وبلش يقصف تقريبا شي 10 غارات، والقصف كان أكثر ومركز على الجامع وعلى الحارات اللي فيها مدنية. أسعفوا شي 10 جرحى على المشفى، واستفيعنا تحت الأنقاض هلا عم تخليها فرق الدفاع المدني. استهدفت وسط القرية وأطرافها صواريخ، أدت إلى دمار كبير، أدت إلى أعداد من الشهداء. لا يزال هناك مفقودين تحت الأنقاض، وجاري العمل من قبل فرق الدفاع المدني على انتشالهم. انتشلنا كفرق دفاع مدني ما يقارب 27 إصابة لحد الآن، وكانت أكثر الإصابات إصابات كثيرة من النساء والأطفال. ما حسينا الا شو مرت اول 3 طيارات كانوا بالجو، ما ضربوا اول مره، ضلوا يفتلوا. اول غاره ضربوها بهون بالمنطقه هاي، اجينا فزعنا هون، الاهالي كلها فزعت. اجينا نسعف على الناس هون نشوف شو صار هون، هاي نسعف الناس. ولا الغاره الثانيه بنفس المكان بس بحدها تصوب، يعني من بنات الاصابات صوبت عيلتي، وكمان هون في اصابات صار هون وفوق كمان، هون ضرب لهون غاره كمان قدام بالسوق. أكثر من 10 غارات جوية من قبل طائرات تتبع للعدوان الروسي استهدفت الأحياء السكنية داخل بلدة كفرية في ريف إدلب. ما زالت فرق الدفاع المدني تعمل حتى الآن على انتشال الضحايا، وما زالت الحصيلة مجهولة حتى الآن. ميرنا الحسن، أورينتو نيوز، كفرية، ريف إدلب.